من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك المرنم بركات على جميعنا امين. أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي ليسمع الوداع وافرح. هللويا الإنجيل. من ماري معلمنا مرقس الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. ثم دخل كفر ناحوم أيضا بعد أيام فسمع إنه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا ابني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا تكلموا هذا كذا بتجاديف. من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه إنهم يفكرون هكذا في أنفسهم. فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولا لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا. قال والمجد لله دائم.